الله يساعدك استاذ، انت مبين مخرج. انا اول ما شفته قلت هذا مخرج. دقيقه حبيبي دقيقه فهمك استاذ، انا دمك والله انت مبين مخرج. لحظه خلينا نجيب لك كرسي. باع الستره يا باع البنطلون باع الجو. لحظه استاذ، جيب كرسي، جيب الكرسي. وقف، لا تحرك بس حبيبي، استريح استريح. انا اول ما شفتك قلت يا حبيبي اقعد. تفضل استاذ تفضل، راح اعطيك هذا العلاج يفيدك خلال 3-4 يومين انت ان شاء الله طيب. السلام عليكم. السلام عليكم حاج حميد. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. نعم خير حاج عمين. شلونك؟ ابشر مالك سين احمر عمي، انت بس هذا احمر. الله يعلي. هلا وين هلا شنو هاي؟ هلا بعضيدي. هلا شوية جوعان. يلا قول خلينا نهجم عليهم. عليهم ياهم ولك هم ياهم العصابه. لا عصابه مصر. عصابه سمير سكينه. ونلتقي بالمتسابقين. مساء الخير عليك. مساء الخير حبيبي، شلونك؟ اسمك؟ يوسف عبد الرحيم. يوسف مبين خايف مستحي، شلون اتصل على الستيج؟ مو خايف ومستحي، انما مقدم مشهد بلون مختلف. والمشهد ما يقبل القسمه على اثنين. قصه فانتازيه يعني ما موجوده بارض الواقع. لا تشرح لي اياها، اشرح لي اياها على الستيج. لا مو اجاباتك عاليه ان شاء الله. عالية. اسمك؟ حيدر عمار. شلون يوسف وياك؟ فتشي شاطر ان شاء الله. يعني راح تاخذون ايش قد؟ ان شاء الله 4 اخضر. 4 اخضر. ما خايف من اللجنه؟ ابد اكيد يا ابا يوسف من بغداد ما خايف من اللجنه ويقول راح اخذ 4 اخضر. خلينا نشوف انا وانتو ايش راح يسوي على الستيج. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. يوسف عبد الرحيم من بغداد. حيدر عمار من بغداد. يوسف عبد الرحيم. حيدر عمار من بغداد. أهلا وسهلا حبيبي. أنا وسهلا بك أستاذ، الله يسلمك. منو كانت في المشهد؟ أنا. ماشي. يوسف عبد الرحيم، مشوار صعيدي. مشوار صعيدي. أي حبيبي، تفضل. يلا حيدر. إهدى، وأنا اللي أقول قدام صحيبي وقرايبي. لو نحيت لو قحيت بالبيت مراتي وابني حيجوني. يا زكي يا زكي. ايوه يا ابوي. يا زكي. ايوه يا ابوي. يا زكي، ما انا قدامك يا ابوي. شوف الود الكذاب قدامي فين يا ود انت؟ ما تطلع عليك يا ابوي. كنت فين يا ود انت؟ كنت يا ود. بطل غباوه، جايب معك الحلويات يا ابوي. جايب معك الحلويات. عاوز تقتلني يا ابوي. المسدس ده مدخل بيه 11 طلقه ويرمي 600 متر. 600 متر من هنا ولا من هنا؟ من هنا ولا من هنا؟ انا قررت ابيعه. روحت قلبي يا ابوي. طب بتبيع لي يا ابوي؟ عشان اروح كاس العالم. كأس العالم؟ أيوة كأس العالم. وبص على الحريم، دول اللعيبة والجمهور سايبين الماتش وقاعد يبص عليهم. ما تاخذني معك يا بوي. أخذك معي فين يا ود أنت؟ كأس العالم يا بوي. فين؟ كأس العالم. كأس العالم. كأس العالم. كأس العالم يا بوي. خب أم لا بالله، قال أخذك معي كأس العالم. قال على غاية أبو المثل، العب بيها يا أبو سميرة. ولا يا ود انت، انت مالكش ابو سميره، ده انت ابو شقيره حلوه على فوق. شقيره ولا بكي؟ واه تعمل ايه يا ابوي؟ عطل سلف الضحك وانا هو بضربه هندر. ايوه ايوه يا ابوي، انا بضحكك وانت ما تاخذنيش معاك. يا ود اخذك معي كاس العالم. ايه هو انت عرقان بدريز عرقان بشورت؟ مال انت محرك سنتر يا بوي. ولد، ما انا قلت لك انا رايح كاس العالم عشان الحريم. طب خذني معاك يا بوي. اخذك معي فين؟ عشان الحريم يا بوي. ولد بطل خفاني. زمان لما كنت بجدك كنت ما بشربش السجاره قدام ابوي، بس بيني وبينك كنت بشرب الحشيشة. ما تضحكش ليه يا ولد، اضحك.
اضحك اقوى 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 اقوى. وقف وقف، كل يوم بتضحك الضحكه دي حتخف 10 كيلو. ايوه يا ابوي 10 كيلو. يا واد شفت ابوك بيحبك قد ايه؟ انا عاوز اروح كاس العالم خلصان من ولي من ادله. هي يمك امي. ايه ايوه امك دي عامله لي زي علاه وسقي الخباطه. تاخدني معاك ولا اقول ليلها ولد؟ بتاخدني معاك ولا اقول ليلها ولد؟ هو حسبك ايه؟ انا خايف. بتاخدني معاك ولا اقول ليلها؟ انا مش خايف. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، بتقول للولد ايه يا عبد الرجال؟ اقول اهو ده جبنا طار الزبان جانا مطوف. يعني مهتمين بالاكسسوار والازياء وما حسيت اكو عمق يعني. وش عجب رحتوا لهذه المنطقه يعني؟ ست احنا يعني ردنا ندخل بلون مختلف، مشوار صعيدي فانتازيا، نبتعد عن متناولات الشارع لان صار استهلاك بالكوميديا، فقررنا ندخل الغرابيه في الكوميديا، كوميديا الموقف، كوميديا المباغته، على مود ما يصير زعل الاطراف. واحنا بنفس الوقت ما اسئنا للشخصية الصعيدية، كل ما هنالك كنتوا طالبين حضرتكم ممثل كوميدي، وانتوا اساتذتنا وتعرفون فقر النص ايش قد، فاحنا كتبنا على اللي قدنا وقدمنا وغير رايكم. اي لا لا ان شاء الله، بصراحة انا اهنيك. الله يسلمك. استرخاء جميل، وانت مشروع ممثل ان شاء الله. الله يحفظك. يعني انا هذا اللي انت وزميلك، بس كان تكمل الزي حتى لا ياخذ الصبغة. إيه يعني انا هذا عفوا هو صدق، واحد زاد واحد يساوي اثنين والمبررات ما تفيد. بس المشكله احنا صار لنا 4 ساعات وانتم انا ما بس احنا تغاضينا تغاضينا لان احنا الله يسلمك ننصفكم، لان الان ايجاد ممثل ليس بالسهل. الله يسلمك استاذ حبيبي، موفقين ان شاء الله. اشتغلتوا حلو، احنا اصدقاء. الله يخليك. دائما اقول احنا مو لجنه، احنا اصدقاء. ما اديتوا حلو يعني، بس هاي الكلمات شوي ان شاء الله. يوسف انت اكاديمي وممثل وجيد وهذا، ولهذا راح اقسي عليك هواي. اقسي عليك هواي. ما يحدني هواي. زين لا لا، لان ما عاملك معاملة الواحد جاي، هذا فرصة لكم هذا البرنامج ان تطلعون مواهبكم بعد اكثر. هذا برنامج محطة مهمة بحياتكم، انا احسه. درستوا قدمتوا اشياء جميلة جدا، انا شايفكم اشياء جميلة. زين اريد بالقادم موجود موضوع انت التهيت باللغه المصريه اكثر ما التهيت بالعمل مالك. هو هذا انا ليش كان يقفنا عفنا كلتم ممثلين جيدين حلوين، ظلكم خفيف، لكن لا تهتميتوا باللغه المصريه اكثر ما اهتميتوا بعملكم. وبعدين شيء اخير، ماكو بالكوميديا اسمها لغه الكوميديا المباغته. مفاجاه يعني اي قول مفاجاه صح. لا نضيف مصطلح بكيف. والف الف مبروك عليكم شباب. شكرا. تستلم النتيجه من 6 نعام تستلمك اياها. كم اخبار خذينا؟ 4 حتى نفرح اهلنا. 4 شكرا استاذ اسمك على جنابك. والله فرحتني هوايه. 6 نعام 6 نعام من شدنا جميل. الله يسلمك. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين وبرنامج كوميديان، وخلنا نلتقي بالمتسابق. مساء الخير. مساء النور. اسمك من وين؟ علي قريش من بغداد. هلا بك. هلا بك. نورت. الله يسلمك. جهز؟ نجهز. انت فريق ولا وحدك؟ لا انا فريق عندي. فريق كم واحد فريقك؟ 2 وياي. 2؟ ما شاء الله عليك. حضر المشهد زين؟ حاضر وجاهز. مخايف؟ لا مخايف. اكيد؟ اكيد. قولهم راح اخذ 4 اخضر. راح اخذ 4 اخضر. خلينا نشوف راح ياخذ 4 اخضر ولا لا. تفضل على المسرح. السلام عليكم. السلام عليكم. على قريش من بغداد. السلام عليكم. على قريش من بغداد. علي قريشي. علي. 100 ألف علاوي. اهلا وسهلا فيك استاذ. سجاد شايع من بغداد. سجاد شايع. بغداد. عباس فالح حسن. عباس فالح حسن. يا سعد قدمونا الشرف. سعد دوري بجده. يلا توكل على الله. ساعدوني انا كمان، ما ساعدوني فقير ومحتاج وما عنده. ساعدوني والله قاعد يجرب زيونه، الله انكسر واذا انقطمت بحرب العالميه الاولى. ساعدوني. الف الحمد لله والشكر رب على نعمتك. بدأ هذا الحكي زي تعال ساعدني يا بدر. ارفع لك من دعاك. عم دعاك واصل بس تعال ساعدني. اه والله يا الله جت الناس الطيبه. يا الله
عاد ايش محتاج ما محتاج؟ والله محتاج سلامتك جاي اتونس انا هنا غير محتاج مساعده. العفو عاد حاج انت وين بيتكم؟ والله قاعد بزيونه ايجار وراتبي وايجاري غالي تدري ايش قد ايجاري؟ 100,000 بالسنه الله يقبلها. حج انت ما طول بيتكم بزيونه يلا لازم اعطيك 25 وفوق. الف رحمه على والدي. وقف وقف صور سناب. هلا سناب. هلا هذا حجي شوفوه ايه جدي. والله انا حجي وفقير طيناه 25. اي والله اي والله اقف خل ادعيلكم خل ادعيلكم ايه ربي ربي فقير ربي فقره على نيتهم ربي. اي والله ربي لا تحرمهم من نار جهنم ربي. ما الله يديك حجي ربي عوضهم اكثر من الفلوس ربي. يا الله يا الله خلنا اصرف لك. يا الله اقول لك بيش الدولار اليوم حجي 125 عم 120 الصبح بالبورصه. اه والله شنو هذه البورصه؟ اي الله هكذني وانا خادمك حجي بعد الف. ها بعد هذا الالف وانا خادم. انا خادم حجي كلمتك الاخيره للسناب ربي ربي كثر متابعاتهم بالواتساب ربي. اي والله وبالانستغرام والفيسبوك ربي. يا الله كلمتك الوداعيه حجي كلمتك الوداعيه. باي باي سناب. باي 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 قوموني قومونا خوش ولد قوموني. يا الله يا الله يا الله شكرا يا استاذ. لو طلع ايدك طلع ايدك اخر شيء لو طلع ايدك وانت تحسب من فلوس من يروحون انت طلع ايدك الحمد لله وش اليوم الصيد جيد مثلا. يلا على الخير على الخير يلا هذا الصح مشهد صغير زراعة ابتسامتنا موجودة لكن المرحلة إن شاء الله إذا زملائي الكبار إن شاء الله أنه إذا وافقوا أنا بالنسبة لي عجبني ما قدمته كانت النقطة معتمدين عليك لكن إن شاء الله بالقادم تقدمونا إن شاء الله الأقوى بعد وتطورون وبارك الله وأنت خاصة تحولاتك جيدة تحولات جسمانية صار عندك شلت إيدك وصوتك صار تحولات اثنين هاي مهمة عند الممثل. أشكرك أستاذ الفاضل أبو الإسلام لا تلبش في الحوار يعني لا تحكي سريع صورت بالموبايل نعم كلمات ما فهمتها بالضبط وجوز الشبكة ما كجوز. أنا عجبني المشهد مشهد حلو وخير ما قل ودل سواء أنه بعد مثل ما قال الأستاذ إحسان لو مطلع إيدك من يروحون مفروض إيه من يروحون تضحك لو غلطان وأنت تريد تحسب لهم وبعدين تدارك نفسك إن شاء الله جاياتهم إن شاء الله. هسه ما عندك شيء واحد وهو دعوة شو تقول لنا ربي بلاك صوت ربي ربي احفظهم وخليهم فوق انا ربي حبيبي شكرا جزيلا استاذ حسام يلا تعال اخذ الشهاده شكرا جزيلا هاي جيبوها بالدوره الثانيه ان شاء الله بس يطلعونا غير شكل يعني كاركترك يتغير حبيبي حبيبي مو نفس الكاركتر. مساء الخير. مساء نور حبيب قلبي. اسمك من وين؟ ابراهيم عطله من بغداد. شو عمرك؟ 21 سنه. مشتغل قبل؟ والله يعني مشتغل على اليوتيوب بس ان شاء الله. يوتيوبر انت؟ اي يعني تتوقع لما راح تصعد على الستيج راح تضحك الجمهور ان شاء الله. اهم شيء اللجنه ان شاء الله. راح تاخذ اربعه ان شاء الله. اربعه شنو؟ اخضر. اخضر ان شاء الله ان شاء الله. يلا سوي اربعه. اربعه ان شاء الله. خلينا نشوفه راح ياخذ الاربعه اخضر وراح يزلزل المسرح. خليكم ويانا تفضل الستيج. ابراهيم عطله من بغداد. نعم ابراهيم عطله من بغداد. ابراهيم عبد الله معك منو؟ صاد معي ولد طبعا هو مثل المشهد بس انا جبته بالنص يعني مساعد اليه؟ اي صاد النص انا كاتبه بس هو الولد وياي. يلا خلي نشوفه اسمه. السلام عليكم. سلام. سلام. عمار هاشم البصري. عمار هاشم صاد هسه نبلش؟ والله ما ادري وين سعود مصيبه سعود اخي يا امي يريد يروح لامريكا وانا وصيته هسه انا ايش قد ما اخلص دراسه لثاني ابتدى اواصل وما رايح اخاف من امريكا انه هسه سعود ما يده حاج قلت له خاب ظل خوش هويشات عندنا مثل وجهك وسرح به نطلع افضح وينك وين امريكا انه بالانجليزي يا جماعه كارثه هي هاي المصيبة هسا وين ألقى أنا سعود وحاجي لو المصيبة يدي كبر والله يا الله صايرة مشكلة هالأيام مود وين هسا هسا شوفه الله يسعدك محمود هلا سعود عمي على كيفك
وباكر ان شاء الله من الصباح راح لامريكا. اسعود اوصيك اوصيه. شنو؟ من توصل له هناك وادري بك ثول من الاخير بس وصيه من اغلى اخو. قول. اقول لك لا تصعد كياتي يقفصون عليك. ادري حمود وين انا بالعلاوي. اقول لك انا بس عندي شغله وحده. شنو؟ ما عارف بالانجليزي. ايش يراد اللي خايب؟ شو تعرف الانجليزي؟ وروح ابوك. شنو يا سونو ومشي روحك. والله سونو؟ شوف يا سعود اوصيك شغله ثانيه ادري بك خفيفه من الاخير. خوش لا تدير وجهك يا ولا احكي وياك. يلا احكي. اي خفيف مني. شوف الصبايا هناك مو كتل هيك بدها مره. هيبي تدري بي انا بالثقل غير ما حد يلحقني. يا جماعه من مشي العصريات يصير علي مقاطف. شنو هي سالفه؟ شو يصير؟ شو يصير؟ غير مقاطف. بس اعود راح اوصيك وصي امريكا هناك مو عبالك هنا هيك. وانا ما انا كملت. ليش شاجرنا سعود؟ ليش يا شاجر؟ انا رايح من الصبح. اخي توصل بسلامه موافق. رحم الله والديك. من هسه وش مالك بعد؟ موافق موافق. باكر انا متوكل. انت تريد توصل لنا حاله انه تقلد لنا ماجد الفنان الكبير. صاد عملاق ما نقدر نوصلنا بس. الله يعطيه الصحه. انا الاستاذ مره خسرت الاستاذ هم قاعد بكل اصواته. حبيبي. الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله متالق دائما. احنا ما ردنا نقلد ممثل يعني هنا جينا بالبرنامج هذا فخر كبير مثل نفسك يعني. لكن من سأل استاذ ماجد نقدمه بشكل كوميدي. احنا ردنا لك نشوفك بالكوميديان لك نشوفك مو فقط السطرون الحكي هذا. لا استاذ انا تفضل استاذ محمد شكرا بيدي بعديها بالاخر جاوب لي تفضل استاذ استاذ ماجد ياسين تحياتي له. ما بدا يقلد نعم يعني اول ما مثل بتاريخ حياته هو شخصيته ما قلد اي واحد. صار هو عملاق يعني اكيد اكيد وانت مسالفه اعمالك يعني اكيد مو اليوم حبيب اكيد اكيد هو عملاق. لكن احنا نريد نشوفك انت مثل ما تفضل الدكتور ان شاء الله ست العام. مثل ما تفضل استاذ محمد والدكتور انه احنا ردنا نشوفك انت يعني كلش حلو من انت يعني تجد في فنان عندك امكانيه انه تقلده. بالله سوي لي مو تقول اقدر اقلد احسان ست. انا شنو انا متفق ويا ولد والولد الصاد هنا اجى البرنامج بدون علمي يعني كاتب ناس وهاي ومتحضره بغير صوت الصوت الطبيعي. هذا تبرير. انت ليش خايف؟ انت مشروع ممثل. اي صار ما خايف بالعكس. بس شنو اسمح لي صاد بس انا كتبت النص البارحه يعني بالليل ما لحقت فدخلت لان هو قال لي انا طلعت من المسابقه. قلت له مو انا وياك مشتركين والدور مالتي دور مال عجوز يعني البس شيله وهاي هذا على القادم الايام من البارحه المسابقه فبعد غير. انت هسه هاي تحسب لك. انت مشروع ممثل كوميدي بس رادك تشتغل على نفسك وطبيعيا اي واحد بالبدايه عمليه يتاثر يحاكي شخصيات المشاهير شير شابلن اسماعيل ياسين او شخصيات عراقيه عادي بس بعدين يسوي له صار احنا نحاكيكم انتم ما يخالف اساس ما يخالف بالعكس هذا يسعدنا بس بعدين يسوي لك كاركتر خاص بيك وموضوع حلو كان يعني موضوع انه العراقي من يروح برا بالخارج لازم يلتزم نعم سار. باخلاقه لينجرف لتربيه الغرب وجهه نظري يعني جيد جيد بيك مجال يعني بيك بمجال دكتور انا انطي يعني يا بقول لما انت زعل خلي اروح انت شوف انا رايي حتى هسه بتعليقك قلدت استاذ ماجد لا متاثر بك اتمنى لك التوفيق ان شاء الله ونشوف افضل اريد افضل ما اريد مبررات اي بالضبط استاذ يعني نبوسك اليوم نبوسك واكيد مستمرين وياكم والمسرح مولع ويا المتسابقين وبرنامج كوميديان ومساء الخير. مساء النور. شلون صحه؟ اهلا وسهلا. اسمك ومن وين؟ منتظر. من بغداد. من بغداد يا هلا منتظر. شو محضر؟ والله محضر هيك مشي وحدك انت اليوم؟ والله اي ما تقدر تقول هيك وحدك. شلون وحدك؟ صارت عنده شويه ظروف يعني. كان عندك فريق وهسه انت حاليا فريق اي زين تدبرها على المسرح لا احكي لي من اخير منتظر. لا هو مثل توكل على رب العالمين يعني. طب ما انت مجهز زين؟ لا الحمد لله. ما خايف؟ لا ما خايف. اكثر واحد مخوفك من اللجنه؟ دكتور محمد حسين عبد الرحيم. محمد حسين عبد الرحيم راح تاخذ اربعه اخر؟ ان شاء الله. انا متاكد ما دام قال انا خايف من محمد حسين عبد الرحيم راح ينطي الكارت الاخضر. دائما اللي تخاف من عنده راح يكون هو اللي ينعجب بيك اكثر ان شاء الله. انا احب هذا الشيء. يلا منتظر زلزل لنا المسرح وتفضل ان شاء الله. السلام
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. منتظر. منتظر اسمك الكامل وواضح. منتظر عيسى قاسم. منين؟ بغداد؟ بغداد. ماشي. اهلا وسهلا. مصطفى لازم ياسين ايه. يعني هو هسه هو يمثل نفسه. ايه بس ايه. انا سعد مصطفى بس. ايه. مصطفى ايش؟ مصطفى حسين. حسين. بغداد؟ ايه اهلا وسهلا. طبعا انا قلت له ابوي قلت له بابا ما اريد ادخل كليه الطب ما اريد ادخل كليه الطب. قال لي لا ابوي شلون لازم تدخل لي كليه الطب. قلت له ابوي ما اريد. مليت انا مليت طبعا هاي الدمايه مشمره وتعبت نفسي مليت. اخ عيني اخ رجلي اخ ظهري اخ بوي اخ 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 رجلي اخ خشمي اخ بطني اخ ظهري. تنزيلات تنزيلات احدث صيحات الامراض تنزيلات احدث صيحات الامراض. صديق كذب حجي تصفطت علي. خلنا نبدا باول مرض وخلصنا. ايش فيك؟ اسنوني اخ حلو حلو حلو. طيب ان شاء الله. طيب حجي استريح 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 استريح. خلنا احرك لك اياه بس تحس بالالم قل لي. ماشي تحس بالالم؟ تحس بالالم؟ شو انا ما احس. يا اهل المريض انا صدق نسيت نسيت حجي. شوف هاي حشوه جذر كلفك 700 دولار. ايه لا عاد شوف قلبي. ها قلبك يوجع. قلبه مو قلبك. عفو عفو مو راسي قلبي. صدق كذب حجي ادري راح تموت. حجي اثبت اثبت حجي. شوف هسه شريد من عندك اريدك تتذكر لي بالله ايام زمان ابوك جدك هم قلبه يوجع قبل مثلا. اي يابا كاف كاف راح ترجع العصر الحجري. قلت لك لو ابوك لو جدك. صدق كذب جدي الله يرحمه مات بالقلب. أوه. وخالي الله يرحمه مات بالقلب. الله يرحمه. وعمي الله يرحمه مات بالقلب. ادري شيني سردته كل الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. شو ماكو واحد الله يخليه؟ انا وانت ايش عندك ضايع؟ قول شي يمي جيتني. شوف هذا المرض يكلفك حوالي فتحه بالقلب 70 دير بالك حجي لا تخاف 50 ورقه. طب قوي اسنوني. شوف رجلي. ها رجلك ايش فيها؟ رجلك توجعك؟ اي بوي شو اكيد؟ بنمشي بنمشي. بنمشي والله حجي راح اقول لك سوي سوي وقل لي بالوجه. اي اي قدمها شوي لقدام. اي يمنه. اي يسره. اي قيام. اي قبل. اي ركز بريك. روح اضرب. مو كثر ما تمشي. ها هذا حامض الهيلوريك مرتفع عندك بالدم. ايه؟ واذا ما راح تتبع الحميه راح اقول لك عليها. حضر نفسك للشلل. شو؟ اسمع اولا منعا باتا اللحوم البيضاء والخضراء. ها ايه وش تريد والله شنو بدنا اكل اللحم الاحمر؟ لا ولا الاحمر لان عندك بحث وش رمل ذو منشا بروتيني وهذا خطر على حياتك. خلنا اكل اكل الفول. فول؟ لا ما تاكل فول. وكافه انواع البقوليات لان عندك انزلاق بذره ومضروب عندك الدرق الفول يوم اخذ ماس بصله وهذا الشيء يلغى عندك الفتاش النخوع المتصل بين شريان وساو شريان كوساو فتهم شيء؟ لا حتى ما فتهم شيء صدق شيلها. شوف حجي راح احولك على مستشفى في اي بي. مستشفى ماكو مثلها. اذا تسوي عمليتين تاخذ ثالثه هديه. اها ابوي انا رجال اشتغل عماله ويا قد العيشه لو الايجار لو الكهرباء ما عداي فلوس اعطيها للامراض. دبر لي اياها من يمك. شوف ابوي انت قهرتني وذكرتني بوصيه ابوي. تدري ايش قال؟ ايش قال؟ قال ابوي اذا صرت دكتور تعالج المساكين والفقراء بلاش. تعرف ليش؟ لان هو مات وما قدرنا نوفر له العلاج. يعني هساني بلاش راح تعالج يعني انت هسه فضلتنا على الفلوس؟ مع الاسف علي اخوي صديق كذي بناس قاطعت الفلوس طبعا. مصطفى والله وخر الله. انا ابن اللجنه. تفضل حبيبي. انت اديت اكثر من مشهدك ذاك في دول قلبك. انا حبيتك بهذا المشهد في دول قلبك. يعني انا ما اجامل في دول قلبك استاذ. ومشروع ممثل في دول قلبك سهاد عبد الحزبي. اي والله في دول قلبك استاذ. منتظر منتظر شن يعني انت طبيت بكاركتر حلو وابوك يعني جابرك على انه صرت طبيب وما صار ادغام عندك فظيع وسريع. اي ذبيت جمل حلوه كوميديه مفارقه لفظيه بس شن السريع اريد افهمك اريد اقوم يمك والله هذا هم خلل. الممثل سلاحه صوته صح التقنيات بالتلفزيون المايك نيك مايك وحساسات بس بالمسرح لا
تدفع صوتك. المشهد حبيته انا بالنسبه لي اثنينكم موافق عليكم بس ملاحظه ادائيه. شكرا. بالنسبه لي صحيح وانا اضم صوتي لك. الله يسلمك. هو بالواقع ما حد يكره يصير دكتور، هاي نقطه مهمه. ما حد يصير دكتور. انت هاي البدايه مع الاخ عزيز $700 $800 وكذا وكذا، وراسا تحولت انساني يعني. لا ما فهمت بالاخير. قال الفلوس كذا، بس هو الادغام اللي عنده ضيع. ما فهمت يعني شلون؟ يعني بالبدايه انت كلها دور فلوس. دور فلوس دور فلوس. مراد يخفلها بقفله كوميدي يعني. انه قال لا يوم عودت الدله الناس قاطعت طبعا الفلوس. طبعا الفلوس. بس لين صوته مو واضح. الصوت الواطئ ليش؟ ناصي يعني؟ اي لا مو ناصي. لا صدق ناسي ناسي وادغام بالحروف بالجمل. هذا صحيح صحيح. بس انا مثلا صار انا ظرف ترى عندي يعني. انا وياي اثنين متسابقين. قلت البارحه عفنا واحد. البارحه انا متمرن يعني المشهد طافي يعني. اتمرن انا على المشهد والله العظيم يعني. واحد قلت يلا هاي منتظر. انت المشهد الرئيسي. انت الممثل الرئيسي. صح. منتظر. انت الممثل الرئيسي للمشهد يعني. انت حافظ دورك. احنا المفروض اللي ساعدك بهاي السرعه نقول له انت ضعيف. بس هو كان جيد الحمد لله يعني. زين. كلش اسعفك يعني. صعد مود المشهد الحمد لله. فانت لانه انت صالح راح هذولاك. لان انت الرئيسي احنا نعتمد عليك اكثر. مصطفى استعملت المبالغه بشكل حلو. منتظر مبالغه ضمن ادوات الكوميديا وانا شفتها حلو واضحه عندكم. ملاحظات الاساتذه قالوا كلش دقيقه ما عيتها. اذا صار لكم مجال ان شاء الله انا بالنسبه لي الكرت الاخضر ان شاء الله ارفع لكم. وزملائي اتمنى الا تعيدون تكررون نفسكم. قدمت الطبيب مو مثل ما قدم زميلك السابق. بارك الله بيك. الحمد لله. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. تعال سلم صوتك. الحروف اطلعها. اي لا صوت يعني وضح وضح وضح. اقرا قصايد حتى مو تحفظها على بدليل قفله انا ما سمعتها. اي قفله ما سمعتها. تخيل جمهور المسرحيه وما فهم منك شيء. الخلل وين؟ بالجمهور؟ لا بالعكس. اذا انت اشتغل على نفسك. استلموا النتيجه. جيبوها النتيجه بالدور الثاني. استلموا التحليل. عافية مصطفى. بدون قلق. منتظر. حبيبي موفق ان شاء الله. مساء الخير عليكم. مساء الخير بعد روح. اسمك؟ رسول الربيعي. رسول الربيعي. عباس الربيعي. يا هلا. انت اخوه؟ اخوه. اخوه؟ اخوه. اخوه؟ اخوه. اخوك متاكد؟ زين. اذا اخوك ما ساندك زين على المسرح تتبرى من عنده؟ ارجع ادفره. شو محضرين؟ انا محضر مشهد مصري. مصري؟ مصري. انت بتتكلم مصري؟ ايوه يا معلم. ايوه يا معلم. كده. طيب شلون تقنتوها المصريه؟ والله دربنا عليها الحمد لله والشكر. حلو. منين خايف من اللجنة؟ أكثر واحد خايف من عنده. ما معقولة ما خايف من واحد. إحسان. إحسان دعدوش. إيه قوي الكوميدي. لا أنا يعني اللي مشهد صغير يعني مو كذي. أنت هيك. بس. أنا قهوتشي شاي يعني. قهوتشي. يلا إذا مشان الكرام خلي نشوف أبناء النجف الأشرف إيش راح يسوون على مسرح كوميديان. خليكم ويانا تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك ايه؟ رسول الربيعي. رجع لي باب شرج. باب شرج. وحدك لو وياك واحد؟ واحد. زين. من كاتب المشهد؟ ولد عندنا هناك بالمنطقة. انت من بغداد؟ من النجف انا. من نعم. تفضل. ايه دي ما بقتش عيشي. عيش اتطهق. عيش تقصر العمر. يقطعوا المية على ارضني. قال ايه الاولوية لارض عثمان باشي. اكملناها كبيرة يعني. واحنا ما حدش حاسس فيني. يا ناس ياهو. الارض بارت والبهايم ماتت والعيال ماتت من الجوع. دول عملوا فيني زي ما عملوا التركيب العراق. يا عيني على العراق كل يوم حكاية. قاموا عملوا سد أليسي ونشفوا دجلة من ميته. ايه سد أليسو ما تفرقش كتير. ما ها أليسي اخت أليسو. ايه الارض بارت والاهوار نشفت. يا عيني على الاهوار. يا دوبك انتعشت من هنا وسجلوها باليونسكو قاموا نشفوها تاني. والاسماك
يعني على اسمك اللي بالعراق بتصدقي يا استاذه انعام؟ دول بيقولوا سمموهي. اي والله يا استاذ محمد حسين عبد الرحيم، ناس بتقول سمموهي وناس بتقول فطريات، ودول بيكذبوا دول ودول بيكذبوا دول. طب احنا هنصدق مين يا استاذ احسان دعدوش؟ معك حق. ايه هشتغل ايه؟ هتشتغل ايه يا ريدي؟ يا رجب هاتلي شاي بالنعناع لحسن دماغي حطر مني. نشوف الجرنان فيه ايه، على الله نلاقي شغلانه ناكل منها عيش. وأحلى كاسة شاي بالنعناع للمعلم هريدي. تشكر يا رجب. وظائف شاغرة مطلوب سواء ماهر. يا خسارة ما اعرفش اسوق عربيه، يا دوبك حنطور. مطلوب جنائني. ايوه لقيتها يا مستكي. نشوف شروط الجنين ايه. يشترط ان يكون عمر المتقدم اكثر من 50 عاما. يا لهوي باني راحت عليك يا هريدي. نشوف الدنيا فيها ايه. حراك مبكر بين الأحزاب قبل الانتخابات البرلمانية في العراق. يا عيني على أحزاب محروق قلوبهم أو على العراق. يسكر أن ما يتقاضاه البرلماني في العراق يتجاوز 50,000 دولار. يا لهوباني 55,000 دولار؟ يخرب بيوتكم، هو انتوا بتعملوا حاجة؟ هو ده الشغل ولا بلاش؟ حسافر للعراق وحرشح للانتخابات. ايه يا رجب جنسية؟ ما انا عندي جنسية عراقية حكم، انا اتولدت في العراق لما كان ابوي بيشتغل مقاول هناك في الثمانينات. انا ام عراقية من بغداد. ايه شهادات بكالوريوس؟ ان كان على البكالوريوس فدي سهلي، حروح لسوق مريدي وحكون باذن الله استاذ هريدي. يلا عن اذنكم اروح اوضب الشنط عشان اسافر للعراق. اولادي هذا البرنامج كوميديان وليس تقليد لغات اخرى. يعني ليش ما تشتغلون بالعراقي وتجيب صوت الفلاح حلو اللغه مالته؟ يعني شو تقول لي انا اقدر؟ لا بس اسمح لي بابا، اسمح لي بليد، تقول لي انا اقدر احكي لغه مصريه وثم ماذا تحكي مصري؟ اي واحد ممكن يحكي مصري. انا داريد هنا من يعطيني ابتسامه للمتلقي للمشاهد، دا يقول موجودين هذا برنامج كوميديان اليوم راح نشوفه نفتحه على قناة نديرة بالساعة بيش لازم ابتسم. انا شو اسوي اللغة مالتك؟ ممكن احكي لك انجليزي، احكي لك فرنسي، مو هذا البرنامج. البرنامج كوميديان زين؟ ان شاء الله. فما شفت كوميديا، شفت واحد يحكي مثل الببغاء لغة مصرية وهذا الموضوع. واتمنى بالنسبة لك ان شاء الله فرصة ثانية رأيي الخاص. شكرا دكتور. البرنامج كوميديان، وانت تعرف انه اسم هذا البرنامج كوميديان، انت اللي حكيته كله مآسي، يعني عن السمك، ورغم انه اللجنة التحقيقية لحد الان ما انطت رأيها واكو تحقيق بالموضوع. 50,000 دولار هاي منين جبت هاي المعلومة؟ يخرب بيوتكم، يعني انه نشتم نواب الشعب اهم صعبة. فاللي ارجوه انه برنامج كوميديان يقدم شيء كوميدي. انت يعني كله مآسي، بديت مآسي وانتهيت مآسي. زين ام عراقية الوالدة وين راحت؟ الوالد وين راح؟ يعني ما شوشتني
شوشتني يعني ما اعرف الوالده ظلت بالعراق الوالده راحت لمصر يعني وليش مثل ما تفضل دكتور ليش مع احترامي للهجه المصريه ليش اختارت هاي اللجنه وبعدين موضوع السب وهذا نبتعد عنه ان شاء الله ان شاء الله ست نعم انا ايضا كارت احمر انا حسيتك حافظ حوار وهم حافظه يعني مجرد كلام مكتوب وردت حتى بتسلسل يعني من ضاع من عندك التسلسل اخذت اسه حتى تتذكر ما بعد اللي قلته يعني انت جاي حافظ بس يعني ما جاي انت عندك حرفة ممثل والكوميديا ترى خطرة مو يعني انت من السهل جدا ان تبكي احد لكن من الصعب جدا ان تضحكه يعني مثل ما تفضلوا زملائي بالملاحظات القيمة فعلا انت كنت مربك اصلا يعني من تيك الاول وانت عندك مهارة بالجيد اللهجة الصعيدية بس اخذك الحفظ ونسيت الكوميديا ومشهد صار بيه بس اخبار واخبار بس مأساة فكنت مربك يعني انا اتمنى لك انه القادم من الايام تتأنى بعدك صغير يعني فرصه ثانيه ان شاء الله فرصه عندك منك انا للاسف ان شاء الله شكرا اتصور الثالث برنامج يعني هذا المسابق الاخير يعني من التوفيق ان شاء الله للمشاركين القادمين مو استاذ محمد ان شاء الله ان شاء الله ونتمنى انه نشوف طاقات مبدعه وهدف البرنامج وهدف هذه القناه انه تقدم لجمهورنا الكريم طاقات شابه ومبدعه ان شاء الله ان شاء الله يعني حسينا اكو كم اكيد اليوم اكو اكو افضل من الحلقات اللي سبقت يعني اي اكو تحسن ان شاء الله ممكن ان نحصل لنا يعني كم فنان كم ممثل كوميدي شاب حتى نرفد الساحة الفنية بشباب ممثلين كوميديان إن شاء الله إذن ملتقانا في حلقة جديدة من برنامجنا كوميديان إلى اللقاء تعويض إحنا جاهزين بالتعويض تعويض ثلاث تعويضات على عندي قول غيرها ما أسيش قول أولا الشرط الأول إيه؟ الشرط الأول يجيبوا ثور مكان ثوري عاد بس مثله إيه؟ الشرط الثاني كفيه بعلف الايتام هاي ظلت خير ايش علف خير الشرط الثالث انا ما سمعت الخبر يا عمي قلبه وجعني خير وداحته قلبه وجعني وهي طقتني شلطه اريد تعويض اعالج بيه روحي ليش تدخل انت قهر يا ابو ليش قهر قهر والله ايش فيك معلمه زاده وياه ايش ما خلي ايش فيها وياك معلمه ويا تدني ليش ما نمها ايش فيها قلت لك ما خلي هسه بابا شو تسوي اليوم أغنيك تسوي السيارة ترى تبيها يعني سيارة عاطلة وأنا متأخر عدهم والله أنا متأخرت يا هسه أنت شنو أخبارك وضعيتك؟ ولك أنا متونس بنص الخير قل لي تزوجت هناك بعدك؟ متزوج ايه؟ بس شلون وجوه عيني؟ ها؟ وجهها كانها ساعة بغداد ها يا نسيت أمي؟ أمك ايه؟ وجهها كانها ساعة السودة